السلام عليكم، بنرحب فيكم في مقدمة في المدن والنظم الذكية. الآن بس قبل ما نبدأ حنقولكم إيش اللي عملناه في الآر بروجرامينج. أول حاجة بدينا في المساق أو في الموجود عندنا لما حاولنا ننزل إيش الآر والآر ستوديو، وبعدين كوكتور للار ستوديو ايش الشاشة تبعته ايش فيها، وكيف نعمل انستليشن للباكجز زي الدي اس لابس وزي التيدي فيرس الموجودات عندنا. الان البيلدينج بلوكس اوف ار كرييتنج ار ان اوبجكت ان ار والديتا تايب سواء انتجر كاركترز لوجيكال فاكتورز دبلز اند داتا فريم. الداتا تايب ان ار كاركتر لوجيكال اللي تكلمنا عنهم، كوروجن رولز ان ار كيف يعني هذا بصير الاختلافات او بصير مس اندرستاندينج، الفانكشن اوف ارز وكيف نفتح فايل نعمل فايل والفانكشنز اند ارجمنت، بيلدينج ا فانكشن ان ار الحاجات البيسك كيف نفتح فايل كيف نعمل هذه الامور، يوزنج ذا سكريبت فيرسز ذا كونسول اللي عندنا اللي هو الكوماند لاين ولا نفتح فايل ايش اللي بدنا اياه. بعد هيك تكلمنا على الفيكتورز والفيكتور اوبريشن فيكتور ريسايكلينج، تكلمنا على الفيكتور نيمينج كيف لو بدنا هيلب سلايسينج اند اندكسينج ان فيكتور ان ار اكستراكتينج elements from a vector, changing the dimension of an object in R, vector attributes and dimension. بعدين تكلمنا على matrix أو matrices، وفي matrices تكلمنا على creating a matrix, do matrix recycle, indexing an element from a matrix, slicing a matrix in R, matrix arithmetic, matrix operation, categorical data, creating a factor in R, وليست in R. هذول تكلمنا عليهم بشكل مبسط. وبعد هيك تكلمنا على الـ fundamentals of programming with R, relational operators زي الـ AND والـ OR والـ greater than و equal و equal greater و equal كل هذا، وتكلمنا على الـ logical operator، تكلمنا على الـ vectors and logical operators الآن if else if statement هذه لسه ما تكلمناش عنهم، هذول من الشغلات اللي هتكلم عنهم اللي هي ال if وال for وال while وال repeat اللي عندي ككل في هذا المجال. أما تكلمنا على ال data frame كيف نعمل ال data frame، ال tdverse package هتكلم عنها اليوم، ال data import اليوم هنتكلم عنها، importing file exporting data getting sense of data frame indexing and slicing data frame هذول كله حنتكلم عنه، وديلينج وذ ميسنج داتا هذا تكلمنا عنه. الان لما نتكلم حنتكلم على مانيبيوليتنج الداتا داتا ترانسفورميشن وذ ار هذول حنتكلم عنهم اليوم بشكل اساسي ايش الفانكشن هذا، حنتكلم على الفيجواليزيشن تبعت الداتا، واخر شيء اكسبلوراتوري داتا analysis الموجودة عندك. كل هذا هيك بصير عندك عندكم قدرة كيف تتعاملوا مع الداتا في R. هذا بشكل سريع ايش اللي عملنا. طيب ايش اللي حنعمله اليوم، هذا من الشغلات اللي بنطلع عليهم ايش هم importing and visualization للداتا. الان كيف بدي اجيب داتا سواء من ملف على الكمبيوتر او من ملف على النت في هذا المجال، كيف بدي اقراها وكيف هاي. عاده الفايلز الداتا فايلز يا اما بيبقى سيبريتد بيبقى كاركترز سيبريتد باي ا كاما سيمي كولون اور سبيس اور تاب. الان كيف انا بدي اعرف ايش الواحد فيهم هذول حسبهم، في عندي كوماند بقدر استخدمهم للريدنج. في عندي داتا عادة تبقى الموست كامن داتا في الاكسل فايلز او تكست فايل اللي هي اسكي او يونيكود فايل او باينري فايلز. يعني ايش الباينري فايل؟ مثلا زي الايمج، الايمج هذا تعد
باينري فايل، زي يعني اي ملف مش معمول له كودنج في الار، مش معمول له كودنج از ان اسكي كود، هذول بنعتبرهم ايش الموجوده عندي. يعني بتطلع عليهم بدي لهم سبيشال كوماند للريدنج في هذا المجال. الان لاعمل استدعاء لاي ملف بدي اعرف وين موجود. عاده في عندي يعني من الشغلات المشهوره، في عندي تو دايركتوريز مهمات، ايش هم لازم اعرفهم؟ الوركينج دايركتوري والروت دايركتوري. الروت دايركتوري اللي هو الملفات الموجوده في كلها، يعني انا في عندي مثلا زي لما ندخل على الكمبيوتر في عندي ملف بسميه الدوكيومنت. الدوكيومنت هذه كل اليوزر اللي هو انا ببقى محطوط اسمي مثلا اتش الاي دي، هذول كل ملفاتي بتتخزن تلقائيا في هذاك المجال او في هذاك الدايركتوري او اللي بنسميه الفولدر احنا كمستخدمين عام. الان لو هذا بسميه الروت، او اذا بدي اخزن بدي اجي من السي او الدي اللي عندي دايركتوري، ومن هناك بخزن هذه الملفات فيه. الوركينج دايركتوري انا حاليا وين ملفاتي، يعني بدون التخزين التلقائي، يعني هذا بسميه وركينج دايركتوري، وهذول مهمات جدا اعرفهم وين هم. الان لما بدي اجي اتطلع بدي احدد، لازم احدد ايش اللي انا بدي اطلع عليه. مثلا هاي على سبيل المثال لو حطيت فايل نيم الموجود عندي هاد، والدايركتوري في عندي السيستم فايل. السيستم فايل بياخذ تو ارجيومنت، الارجيومنت الاولى اللي هي الديتا هذه اللي انا بدي اطلع عليه، او الملف اللي بدي اطلع عليه، او الدايركت السب دايركتوري بدي اطلع عليه، والباكج في اي باكج موجود اللي هو الاكبر منه، يعني وين موجود وايش موجود فيها. الفول باث بيعطيني ايش؟ هذا الفايل باث اللي هو بياخذ تو ارجيومنت، الدايركتوري والفايل نيم. الدايركتوري جبته من هان، هنا بيعطيني وين موجودة ال دي اس لابس والفايل اكس اي اكس تي داتا. الان الفايل نيم الاسم اللي عندي هناك تحته، هلاحظ هذا الاي اكس تي داتا في عندها ملفات كثيرة من ضمنها murders دوت سي اس في. الان هذا انا بقول له هاي الفول باث للموجود عندي. الان الفايل كابي ايش بتعمل؟ تعمل فول كابي على في البرنامج عندي، فبتاخد ايش الهاي، بتاخد الباث الفول باث الموجود اللي هو الباث اللي بوصلني لهذا الملف واسم الملف، وبتعمل نسخة عندي على الوركينج دايركتوري الموجود عندي. الآن من الشغلات اللي بتلزمني عشان أعمل ريدنج، بدي أحمل اللايبراري بسميها لايبراري تيديفيرس الموجود عندي. لو هذه اللايبراري أعطتني ايرور مش موجودة، الأصل هذه لما ننزل الملف دي اس لابس تبقى من ضمنها، لو مش موجودة ايش بدي اكتب؟ بدي اكتب الكوماند التالي install dot packages اللي عندي، واحط ايش الملف هنا تيدي فيرس اللي عندي. الاصل هذه بتجيب لي بتوصلني لايش؟ للملف، بتوصلني للديتا اللي بدي اياها في هذا المجال. نلونها كويس، فهذه بتوصل بتحملها، وبعدها بحط الكوماند لايبراري تيدي فيرس. لا يعني هذه بشكل عام المكان الموجوده فيها تيدي فيرس بعملها انستليشن. الان الفايل سيستم زي ما حكيت عندي الوركينج دايركتوري، وفي عندي ايش الروت دايركتوري. الوركينج دايركتوري اللي هو ايش المكان اللي انا بشتغل فيه. الان عندي نوعين من الباث، واحد بسميه الفول باث والثاني بسميه الريلاتيف باث. الفول باث بيعطيني الطريق كامل للوصول للملف، الشورت باث اللي هو بيعطيني او الريلاتيف باث بيعطيني وين الملف حسب المكان الموجود الوركينج دايركتوري، يعني في
في هذا المجال. هاي مثلا دايركتوري سيستم فايل باكجز ليست فايلز في الباث الموجود عندي في الدايركتوري هذا. ايش اعطتني؟ اعطتني كل الملفات الموجوده تحت الدي اس لابس. كويس، هاي الملفات الموجوده عندي تحت الدي، او من ضمنها اكس دي external data اللي هي من ضمنها داخلها كان عندي المردرز الموجود عندي. كويس هيك. الآن لو أنا بدي أخذ أجيب الworking directory بكتب wd get wd اللي عندي، هذه بتعطيني الworking directory بالضبط إيش هو موجود. يعني لو أنا عملتها زي هيك، عملت لها run، هتعطيني هاي run على ال R. ايش قالت لي؟ هاي WD، هاي الشور دايركتري، انه هذا موجود عندي في السي، في اليوزر، في الاتش العادي، تحت ايش؟ documents الموجودة. هاي الملف لو بدي اخزن اي ملف هيتخزن عندي في هذه المنطقة. الآن لما نتكلم على generating path names، بدي مثلا أعرف الفايل وأعرف هدول، هاي اللي عندي زي الكلام اللي استخدمناه قبل شوية اللي هو هنا، هاي الفايل name المردرز، الدايركتري الاكس داتا في الباكجز موجود تحت دي اس لابس، الفول باث بياخد التو argument زي ما حكينا الدايركتري والفايل name، وهذا عملتهم هان. كويس. الآن أنا لو بدي أعمل copying للموجود عندي هان للفايل، هي عمل لي copying true، يعني عملية الكابينج نجحت. صار عندي لو بدي اطلع على الدايركتري والدي اس لابس، هاي الفايل نيم هنا بتعطيني الدايركتري الموجود، وهذا بتعطيني الفول باث assigned لهان. وهنا حكينا لو بدي اعمل فايل كابي بعمل لي الكابينج للفايل تحت الموجود عندي، وهذا المسمى الجديد اللي بدي احطه عندي للفايل. لو في عندي فايل قبل بنفس المسمى حيعطيني فولس، لانه حيقول لي هذا موجود عندي، بس لانه انا موجود عندي هنا مخزن الفايل كابي. ها طلع عندي ايش حيعطيني هان، فولس لانه هذا عندي. بس لو حطيت هذا مثلا murders، خلينا نحط هنا murders مثلا 3، هاي ترو لانه هذا ايش مش موجود في عمل creating للفايل الموجود murders 3 الموجود عندي. الان list files بتعطيني كل الملفات الموجودة عندي هان. الان هذه زي ما حكينا هاي copy file، وهذه اللي بتعمل reading. الان لو بدي اعمل reading بدي library read r اعملها loading. طيب لما اعمل loading للread r بعدها بدي اجي مثلا بدي اعرف ايش موجود عندي في المردر الموجود، فهنا بقولهم ان ماكس بدي ثلاث مثلا اول ثلاث سطور تقرا لي اياها فيها، بدي مثلا بدي ثلاث سطور بتعطيني اول ثلاث سطور بتقرا لي، هاي قرات لي اول ثلاث سطور، بدي خمسه بدل الثلاثة بحط خمسه تعطيني اول خمس اسطر وهكذا. الان هنا اللي عندي لو بدي اقرا ملف بحط الفايل نيم ما انا مخزنه هان دات بدي اساوي الفايل نيم وبحطه هنا، صار قرات لي ملف نوعه سي اس في والفايل نيم الموجود عندي اللي هو المردرز اللي كان موجود. فهي بتقول لي ايش النوع الملف اللي قرته في هذا المجال. هي قالت لي الملف فيه الستيتس الفاريبل تبعاته، هذا عباره عن كولن
من كاركترز والابريفيشن كارن اوف كاركترز والريجن كارن اوف كاركترز والبوبوليشن دبل والتوتال عبارة عن دبل هذا المخزن عندها في هذا المجال. الآن فيو دات ايش بتسوي لي؟ بتطلع لي الديتا الموجودة هنا في هذا المنطقة فيو داتا، فهي ايش بتعطيني اياه على الشكل جداول أعمدة للديتا الموجودة كلها في هذا الملف الموجود عندي، كل هي 51 سطر الموجود عندي. الآن الريد إكسل هذه الملفات الإكسل، هذه باكج بدي أعمل لها فورمينج للباكج. الآن الإكس ريد إكسل هذا أوتو ديتكت ذا فورمات لحالها، ريد إكسل إس هذا الأوريجينال فورمات للإكسل، ريد إكسل إكس اللي هي النيو فورمات الموجود عندي. الآن لما بلاحظ هنا بالفورمات اللي عندي، في عندي ريد التيبل، التيبل هاي وايت سبيسز سيبريتد فاليو، هذا عادة بيبقى تكست فايل، عادة المسافة بين الداتا والتانية مسافة فاضية. السي اس في اللي هي هاي سيبريتد الفاليوز باي كوما، السي اس في 2 هذه عندي السيبريشن باي سيمي كولن، التي اس في اللي هي تاب ديليمترز، والريد ديليمتر جنرال تكست فايل فورمات عندي must define the delimiter الموجود عندي. هذه الأنواع الموجودة عندي ككل فيها. الآن بعدها بعد ما تخلصوا من هان بدكم تعملوا لي قراءة للباكيجز الموجود من الإكس الموجودة هان، تعمل الإكسرسايز الموجود use the read CSV function، فأنا حطت لك إيش اللي بدك تقرأه والديت نيم النيمز للديتا الموجودة عندي، فهذا بدك تعمل له read line function في الموجود عندنا. الآن بناخذ بريك وبعدها بنتسوي كيف نعمل downloading files من النت. يعطيكم العافية الحين.